هو احنا ربي سبحانه كي خلقنا دي زومنيفور، ناكلو كلش، دونك ما لازمش نعيو روحنا بزاف ونحاولو نقصو مجموعه من المجموعات الغذائيه اللي راهي مهمه بزاف على الصحه ديالنا. يعني انا واش ننصح على العموم، نقول باللي واش اللي يقدر يضر الجسم تاع الانسان على حسب البحوث، كي نهضروا على البحوث اللي راهم يقوموا بها، هو ليكسي دو كونسوماسيون، كي ناكلو بزاف اللحوم خاصه الحمراء، هنا وين نلقاو باللي كاين امراض، سرطانات، الكوليسترول يزيد اكسيتيرا. حتى يقولوا الحليب، حليب البقر وغيره، يكون سبب من الاسباب الاصابه بسرطانات كثيره. هنا كي نهضروا على ليكسي كثره التناول، لكن كي نشوفوا باللي كي يهضروا على التناول تناول اللحوم باعتدال، كي نهضروا على اعتدال هي حوالي خطره مره الى مرتين في الاسبوع. هنا خاطر نسحقوا البروتينات الحيوانيه كيما هضرنا فيها، الزنك، لا فيتامين بي 12، وكي نقصوا منها نشوفوا بزاف حاجات يبانوا علينا. لي فيجيتاريان يقدروا يقول لك باللي شعرهم يولي يطيح، تفارتيهم ثاني تيولوا يتكسروا، يعياو. دونك حنايا لازم نتعلموا ناكلوا باعتدال باش ما تضرناش وما يكونش عندنا نقص.